اكبر من هالشكل. المشكله الحين اذا جاء القرار لصالح الوصل يقول لك المشاركه الانديه السعوديه راح تنسحب، واذا بكره صار القرار متاكد للنصر الانديه الاماراتيه راح بس عاد مو تهديد هذا احمد، معلش ارجع يعني هل هو تهديد هذا احمد؟ يا بشكل عام عبد العزيز لا ما يصير تهديد هذا يا اخوي، هذا معلش خلينا نكمل التصويت. منظومه موجوده هني خليجيه يا جماعه، الحين في قرار موجود في لجنه خلينا نتكلم وصلتون عليها تفضل. الحين الانديه الخليجيه كلها قاعده تدعم اتحاد اللجنه المنظومه مجلس التعاون، اوكي؟ النقاط الحين عند الوصل، القانون عند النصر، اذا بيطلع في قرار وقرار شجاع إعادة المباراة من غير جمهور. وين فيه؟ على في الإمارات. صح. لا لا ما صاحبه لا. أنا أقول لك هذه وجهة على أرض محايدة أنا ممكن. دام القوانين دام القوانين تتغير بشكل دوري. أيوة. أوكي لا يغيرون القانون. لازم نزق حنا الأعضاء الموجودين باكر يصوتون على هذا لازم يصير كلنا حتى الإعلام. والدول الخليجية الست كلهم يثقون بالست الموجودة فيهم بس يقنعوننا لا شو يقنعونك ما دام فيها لوائح صالح موجودة يا سلام عليك وتكلم فيها وكلها من الصوبين انا اقبل والله العظيم والله ما ازعل اذا اثبتوا لي قانون في القانون والبنود والله ما دام يمثلون كل واحد بلد يمثلون في هذه المجموعة انا اعتقد انه يعني بيطلعون باكر بقرار يرضي الجميع لا مسعود مسعود يعني بقول لك اللجنه هذه احترامي لهم تقدير طبعا يعني لازم الثقه يعني يا جماعه بس اختارينهم يا اخي لا صالح بس ما يصير تهديد صالح يعني وتحاكي سعود يعني لا يصير تهديد تقول لا هذا القرار هم يعرفون مو يعني عارفين كل شيء اخوك احمد النعيمي اخوك احمد النعيمي قال اعطانا بند كمان يفسر تفسير يعني خالد قال الملك انتظرهم خالد انا اجتهد واوضح له احمد انا انقل له انا قاعد في مجلس انقل له وجهه خالف سعودي يعني عدل بقول صراحه بكل امانه حق اسال احترام حق الانديه السعوديه بس مهمه بس بنوقف ويا ذي يسمونه هذه بالعكس انا اعتبرها قمه لا والله هي قمه حبيبي يعني الضغط علينا بس مو ضغط مو ضغط شلون بعد الضغط على الشباب وش بقول لك شيء بدون تهديد صالح احنا احنا يا الانديه السعوديه لا صوتون لا انسحب صراحه شوف الانديه السعوديه انا بالعكس اعتبر هذا شيء طيب التضامن هذا اوكي اوكي هذا ماكو مشكله كل واحد يتضامن ويا انديته بس بدون تهديد صالح لا واحنا نحب هو تضامن الامير الوليد سمو الامير الوليد تكلم كانه تهديد يهدد اذا ما صار كذي احنا راح ننسحب صراحه انا بقول لك صراحه كلام كلام مو منطقي يعني ما حماه ما حماه بالبنود اللي حاط وعطاني لائحه وعنده ممثل عنده الاخ فيصل عبد الهادي اوكي موجود. اوكي نثق في فيصل اوكي بس نثق في ما دام انتم حاطين ابو عبد العزيز باللجنه لازم تثق ابو عبد يا ابو سعود لا بالنسبه لمشاركات الخليج نعتز والله ونفتخر بس نشارك فيها اوكي وانا اعتبرها بطولات ساعدت في انها ابرازي انا كلاعب زين لكن اذا جيت اشوف انها بتسوي لي مشاكل وبنطق وبنهان لا مو كذي وسوالي زي ما سويت كبوه تحدي صالح البطوله هذه هاي تصير يعني مرات البطوله هذه كبوه صارت يعني لابد نعترف لابد نعترف يعني لا سماعه يعني هذا نادي النصر انا ترى من مشجعين نادي النصر زين يعني انا اشجع نادي النصر واحب نادي النصر بس بالامور هذه اكو لجنه موجوده زين وهم يقررون في ممثلين حق كل بلد موجود عبد العزيز وياخذون اتخذوا القرار المناسب اللي موجود وفي لوائح موجوده ويتبعونها قبل من تقبل انا ما ابغى واحد يجتهد في النص يعني لا يصير ضغط انا ما ضغط اعلامي ما ابغى واحد يجتهد في النص ابغى واحد يقنعني كاعلام سعودي وكشارع سعودي اني انا يا لجنه تنظيميه في مجلس التعاون انصفت ناديكم السعودي بدون ما اسمي نادي اي نادي او اي نادي خليجي انصفته اللائحه واعطتنا قرار واثقين فيه وانه صحيح بالعكس نرحب لو خسر النصر ورغم اني اقول النصر فنيا مو الفريق اللي مميز بعد اذنكم احمد مثل ما جاك انت جاني انا مثل ما عندك ناس تفهم هذا واحد من السعوديه انا من السعوديه مو من الكويت لا 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 من السعوديه انا هذا واحد عطنا منه طيب اوكي نرجع المباحث انت يا شباب يا شباب ام دوله انت ام دوله ام دوله انت بس تهدد تهددون لا ما نهدد ها شنو احنا نبي تنظيم تنظيم موجود ترى البطوله موجوده التنظيم موجود وعندك اللجنه باكر يتغير احنا نحترم البطوله مو على كيفك شنو تهديد تهدد العالم مو تهديد يا صالح عشان اعلمك ايه مو تعلمني انا اعلمك لا تهدد
اكو امور باكر في لجنه موجوده. نعم احترم اللجنه اللي موجوده. اي قرار يطلع تحترم اللجنه. احترم قراراتك. ايه قدمتها لي هذه احترم البنود لا تفسر لي. لا تفسرها باكر اللجنه هي تقرر. الانديه السعوديه تقرر وطالب متهدد والله اذا ما صوتوا لنا نحترم. لا غلط لا غلط يا اخوي نبغى بنود وصح نبغاك تطبق بنودك صح لا تخترع لي البنود. على قولتك الانديه السعوديه خلينا نشوف القرار وشو توقيعات كلهم الانديه السعوديه. الانديه السعوديه توقيعات طرشهم توقيعات ما اقول تقول لي بس تكتب لي رساله عندك تكتب لي تقول ما اقول هذا كلام الوليد قاله الامير وليد. والانديه السعوديه تتضامن تبغى تحمي هالبطوله وتحمي انفسها اذا تشارك فيها. اما اللي ينطق الواحد في الملعب وتقول لي لا والله 20,000 ريال اذا صار اعطيك مليون بس اقول كرامتي اذا صار خذ لي كرامتي اقول خلي انت محرق وش سويت النادي المحرك واللي النادي اللي احبه انا سوى ولا يمشي شوي تقول لا سوى شنو سوى غرامه شنو سوى قول لي انت علم ايش سوى انت قول لي انت تحكي قول سوى انت اللي مو بنت محرق سوى ما سوى شيء هذاك تقول ليش بيغرمونك شيء خفيف ولا سوى شيء وش خفيف يعني زي ايش شنو زيش يا ها الواقفين يا بالسوق كسرت راس الحكم تقول من كسر راس الحكم لا تحط ذمتك لا تحط ذمتك لا تحط في ذمتك انا قد بين لا تحط ذمتك تكسر راس الحكم ولا شيء لا تحط في ذمتك والله انك والله الحكم مضروب بالمي رموه علي اوكي بس لا تقول عضي يسمونه حمود انا شايف الحكم مضروب محكم الاماراتي نعم اشوفه مضروب بالمي اكذب انا ما عليه انت بتحكي تقول عضي بالمي لا بقول لك انت تعرف لحظه خل انت بقول لك قول لي عن يسمونه يسمونه مال العلاج الطبيعي اخلاقه في ناديكم قبل قول لي دخل فيه ايه عشان تعرف انا ما يدخل فيه في كان في الكويت ولا ما في الكويت تقول لي مو انا اتكلم عن حد واحد اخطا يسوي حق الجمهور يسوي حق الجمهور يفلت على الحكم اخطا بيضرب الحكم اخطا جمهور النصر والله اقول اخطا اخطا جمهور الهلال اقول اخطا جمهور الهلال الشباب اخطا بدون تهديد بس بدون تهديد انا اقول احترم بدون تهديد بس ابو سعود بدون تهديد صالح الانديه السعوديه والله الانديه السعوديه احنا دائما على الخطوه هو مجلس تعاون هني وهذا محبتنا كلها رياضيه ومشاركاتنا بس بدون تهديد اي لا والله انا كسر راسي في ارضك وتقول والله 20,000 ريال الحين هاي القوانين ما تقول ابيك عطنا اللقطه يا حمود عطنا اللقطه لو سمحت عطنا اللقطه تقول منطق عطنا اللقطه طيب ممكن ان شاء الله صغيره عطني احمد عباس كيف الطق تقول لي لا عطنا بندور عطني اللقطه ارجوك تحط اي نعم ارجوك تحط اللقطه ارجوك عطني اللقطه حط اللقطه لو سمحت وبتشوف من يدك ومن يدك تهديد خالد ابو سعود رجعنا الانديه السعوديه تبغى نظام ارجوكم طلعون شنو ها الانديه السعوديه تبغى نظام حبيبي شوف اللقطه نظام موجود كلها موجوده انا الدول موجوده الخليجيه فيها نظام يا شباب نقطه نظام نقطه نظام نقطه نظام نقطه نظام عطني قلم تفضل شوف أوكي. اوكي 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 كمل شوف شوف رقم اربعه شوف رقم اربعه بالله تابع اوكي تابع رقم اربعه تابع رقم اربعه ابغى رقم اربعه شوف اربعه ستة. شوف اربعه ستة. شوف كيف شوف 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 خوينا يسحب شوف شوف يسوي شوف يسوي شوف كيف يضرب الجمهور 11 وبعدين يا خالد الدكتور واللي اعزه واحترمه رئيس نادي الوصل الدكتور عندما يقول ثلاثه لعيبه دخلوا ثلاثه من الجماهير ثلاثه من الجماهير دخلوا ارض الملعب تقول ما طقه شوفهم 6 و18 11 حمود لحظة لحظة تقول لي عبد الله ابو عبد الله سم لا سم تفضل طال عمرك بس ابو جاسم بقول كلمة واحدة تفضل ان اللي قاله صالح نادي محرك انا الان التوتر اللي بينكم هاي ابي يكون يعني ابي نقاش ابي كلام ابي شيء يفيدنا احنا كأهل الخليج لكن بدون يفيدني يا اخوي خالد مثل ما قال سعود يهددون وتهديد ما تهديد بنقاطع مجلس التعاون اي مجلس تعاون بس مثل ما قال سعود نفضل مجلس تعاون وكل واحد بس يلعب اي دوره يروح يشتغل يعني يمكن اخطا جمهور الوصل بعض زين نتحمل الاخطاء يتحملونها في نحلها في اخطاء كل واحد يقطع النادي ما عليه بس مجهود فريق فاز اروح في لحظه واحده اقول لا ما خسران او شيء لا ما تحمل جمهور يتحمل يا اخي نادي العربي تفضل في الدوري ايه؟ فاز عليه قطر وبالقانون بالانظمه اخذ النتيجه حلو حمود والله العظيم ايه؟ فنيا انا اقول وصل يستحق انه يوصل النهائي فنيا لكن اتكلم على بعض جماهير الوصل اللي خرجوا على القانون قال لك رئيس النادي اي بس هو قاعد يبرر يقول ثلاثة لعيبة قال لك مسكين يقول ثلاثة لعيبة وصغار قال لك يا وداهم
قال لك هذا اللي جوابه قال لك كل شيء. اتبع في لحظه واحده قال لك دقيقتين خذوهم الابواب والشرطه ما قصرت شتهم والله يهودي واحد قال لك يهودي اثنين وركبوا الناس انت الموضوع انا انا شوف المسؤول الامني في شرطه دبي بيض الله وجه طلع وتكلم بالحقائق ما قاعد ترى على فكره جاتني رساله قال لك 15 واحد عندي رسالة بالتوقيف رساله تقول تقول احمد عباس صرح وقال انه هو اللي راح من اجل مساعده الطبيب صرح الامسي وهو من اختلط مع الجمهور وعصام درويش كان يحاول ابعاد عباس وحاول سحب الطبيب من امام الجمهور عدل الاختخاد واضحه يسحب المعالج توضيحيه من الامارات طيب